اش واقع؟ وقع والو ياك، اش واقع ياك؟ تحياتي لكم بعد اول انتما، انا الطلبيوان. هاد الليله كانت عندي سهره في مهرجان ميسور الدوره السابعه، فالحمد لله كانت ليله رائعه بالنسبه لي انا. ذاك النسبه ديال الجمهور اللي كانت، وذاك التجاوب ديال الجمهور اللي كان معايا فن الرقاده، فهنيئا لهاد الناس اللي حضروا هاد السهره هادي. الحاجه اللي عجبتني في هذا المهرجان لانه المهرجان عطى فرصه للشباب ديال ميسور، يعني شباب مبتدئين، عطاهم فرصه طلعوا فوق ديك الخشبه، فتبارك الله عليهم. يعني واخا البدايه ديالهم كانت موفقه بالنسبه لي انايا، ونتمنى ان شاء الله نرجع للمهرجان ديال ميسور، لان عجبوني هاد الناس والبراءه ديالهم، يعني نشكر ما والله يكثر خيرهم، فنتمنى نرجع مره اخرى ان شاء الله.